صباح النور عليكم مشاهدينا الكرام على قناة الشعب. أنا شفت في هذا البث المباشر مباشرة من الرباط عاصمة الأنوار. صباح النور عليكم، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله، ندعو لكم بالصحة والعافية والطول والعمر إن شاء الله. بداية أسبوع كلها حيوية، كلها نشاط، كلها أمل في العمل وفي الخدمة. كيف تشوفوا مشاهدينا الكرام، نهاركم مبروك. أمو يسرى تكون سلامكم، سلامكم شي يسرى، أتمنى تكوني بخير. أصبحت مبروك. تشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني الصباح جو جميل جدا، نسيم رمزاب. صباح الخير، صباح الخير سي نسيم. تشوفوا مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصباحية. يوم أمس انتصار فريق الجيش الملكي على فريق الكونغولي 5-1، شيء إيجابي، فرحة لا تصف في شوارع العاصمة يوم أمس، فرحة كبيرة وهستيرية يوم أمس. الجماهير العسكرية كانت سعيدة بهذا الفوز إن شاء الله، يعني حقق فريق الجيش الملكي انتصارات تلو الانتصارات الأخرى. يوسف أرسمو، يوسف أرسمو قال لنا صباح النور خويا، حنا في التقدم أخويا، التقدم أخويا حدا البنك الشعبي. كي تشوفوا مشاهدينا صباحكم مبروك، يوفقكم بالصحة والعافية وطول في العمر إن شاء الله. إيه فريق الجيش الملكي فعلا أمس قدم مقابلة كبيرة كبيرة بزاف، مقابلة مهمة، انتصار مستحق، انتزع الانتصار من الفريق الكونغولي هذه السنة. مشاهدينا الكرام، فريق الجيش الملكي عازم بكل كل العزم على تحقيق الانتصارات، كل الانتصارات لا زال هو في صدارة الصدارة ديال البطولة الوطنية، المتصدر ديال ترتيب البطولة الوطنية إلى حدود الساعة، إلى حدود هذا الدورة. ثاني فريق الفتح الرباطي، وفي المرتبة الثالثة فريق الوداد الرياضي. نتمنى على أنه يقدم واحد المقابلة، نتمنى على أن فريق الجيش الملكي أنه على أنه يبقى في رجع سكة الانتصارات والسكة ديال التألق والسكة ديال تحقيق الفوز إن شاء الله. نتمنى على أنه محمد خديم جيش لن يفوز. علاش أخويا علاش لن يفوز؟ كل مقومات فريق عند فريق الجيش الملكي. سي محمد خديم علاش لن يفوز بكأس افريقيا بالكاف؟ علاش فريق الجيش الملكي ما يفوز؟ نتمنوا الحظ لجميع الفرق الوطنية، ولكن فريق الجيش الملكي عنده مقومات فريق متكامل، لا من يعني من ا زد. علاش ما تكونش عندنا النظرة السوداوية؟ سواء كانت الوداد، شوف فاش تلعب الفرق شي فرقة وطنية ولا فرقة يعني مغربية برا البلاد، راه خصنا كلنا نسبورطيوها. ماشي خاص هذا لا انايا تنسيبورتي فريق اكس، لا مايمكنش نقول خاصها تخسر. لا الجيش الملكي البارح راه ما كانش تمثل غير العشاق ديال الزعيم الجيش الملكي، راه الجيش الملكي راه كان
كانت تمثل المغاربة كاملة من طنجين حتى للقويرة. فبالتالي يعني خص هاد العقلية هادي ديال لا ما غاديش ديها ما غاديش تربح. اون بليس دو سا فريق الجيش الملكي فريق متكامل، فريق عنده تاريخ، فريق قوي، فريق قادر على انه يحقق المستحيل. علاش اخويا تقول لي فريق الجيش الملكي ما غاديش يدي الكاس؟ يعني هاد النظرة هادي نظرة سوداوية هادي بعد اللي على الصباح صبحتي عندنا بها مالك. المهم نهارك مبروك سي محمد، لكن خاصنا نسيبورتيو كاملين، جميع الفرق الوطنية خاصها تسيبورتا خوتي، كاع الفرق الوطنية خاصها تسيبورتا فاش تلعب برا البلاد، كاع الفرق الوطنية خاصها تسيبورتا. أنا تنقولها لك كاع الفرق الوطنية برا البلاد خاصها تسيبورتا، يعني برا البلاد سيبورتاو كاع الفرق الوطنية. علاش؟ لأن ما تتلعبش باش تلعبش وصفت الدورة الدولية كاف كأس، يعني كأس العرب بزاف الكؤوس اللي القارية، كأس العالم الأندية. أخويا تتلعب فرقة تتلعب أي فرقة تلعب برا البلاد وخا تكون في الهوات، شوف وخا تكون في الهوات راه غادي نسيبورتيو، لأنها ما تتبقاش تمثل راسها أخوتي، ما تبقاش تمثل يعني راسها، ما تبقاش تمثل الفريق ديالها ولا المدينة دي منين جاية، تتمثل المغرب. صباحكم مبروك خوتي، من مباشرة معكم من حي تقدم الرباط. يعني كان البارح قدام فريق الجيش الملكي مقابلة اللي مزيانة، مقابلة اللي أبان على علو كعبه، لكن مازال المقابلات ما تكونش هذه النهاية ولي يصاب لاعبي فريق الجيش الملكي بالغرور، بالعكس خاصهم نحاولوا ما أمكن على أننا نغيروا العقلية، نحاولوا اننا نسيبورتاو كل جميع الفرق الوطنيه كيف ما كانت باش تلعب برا البلاد، راه ما تتلعبش بالتوني ديالها ولا تتمثل مدينتها، بل هي تتمثل 30 ولا 40 ولا 42 مليون مغربي تتمثلو، تتمثل المغرب من طنجة بجميع المدن ديالها من طنجة الكبيرة، وخاصنا نسيبورتاوها ونوقفوا معاها ونكونوا معاها الى اخر الرامة، يعني بكل صدق نحاولوا اننا خوتي نغيروا هذه العقليه هذه. لا انا رجاوي ما نسيبورتاش من فريق الجيش الملكي حيت لعب في ولعب برا البلاد، لعب في مصر ولا لعب شي كاس معين، يعني لا انا ودادي ما سيبورتاش، لا انا لا خويا نسيبورت الفريق لانه ديك الساعه راه تيمثل المغاربه كاملين، راه ما تيمثلش فريق واحد. نتمنوا جميع الفرق لا الوداد لا الرجاء لا الجيش كاع اللي دابا تتمثل يعني تتمثل المغرب في بطولات قاريه، نتمنوا على انها تفوز، نتمنوا لها حظ سعيد ان شاء الله يا ربي. كي تشوفوا البارح قدم الجيش مقابلة مهمة، نتمنى على انه مزيدا من التألق. ايضا هارد لاك للوداد الرياضي البيضاوي 1-0 عند في بولزداد، فعلا ما كانش الوداد هذا الشيء، ديك الوداد اللي عرفناها ماشي ديك الوداد اللي لعبت الفينال مع الاهلي، ماشي ديك الوداد اللي سنعرفوها، ماشي ديك الوداد كانت مغيبة أو شبه مغيبة، حتى ما كنتيش تحس باللعابة أنهم واقفين في الملعب، ما كنتيش كتحس باللعابة أنهم فارضين ذاتهم في الملعب، فهمتوا؟ أو بلوس دو سا حتى هجمة، يعني حتى تير كادري ما داروهاش، حتى تير كادري، يعني اللي حسبنا غير اللي تير كادري البوطو راه غادي تلقاو ان فريق الوداد ما دارش بزاف ديال المحاولات،
لقينا لقى واحد ربعه ولا ثلاثه ولا جوج تيخ كادغي تنقول هنا تتعرف على ان فريق الوداد فاش لعب ضد شبيبات القبائل ما قدمش افضل ما لديه، وتنظن على حتى الحسوني هذاك ماشي البوست ديالو، كتف الحسوني المدرب النفطي، كتف الحسوني وكتف عدد من اللعابه علاش وناجم علاش ما تدخلوش، علاش ما يدخلش وناجم؟ يعني تنقول لكم لا حول ولا قوة الا بالله. فريق الوداد كان مغيبا فقد البوصلة، نتمنوا على التدارك انهم يتداركوا ما تبقى في هذه المباراة القادمة يتداركوا ويتم تغيير يعني هذا المدرب، يحاولوا ما امكن على انهم يغيروا بوزر عندنا اطورها في البلاد حتى هو وليد الركراكي، ما نجيبش انا واحد من تونس انايا ما نجيبوش انا نبارك عليا اطار وطني ود البلاد عندي الربح فيه، وحيدوا علينا العقليه نجيبوا هذا فرنساوي هذا اسبانيوني هذا تونسي، لا خويا انا نجيب اطار وطني ود البلاد غادي يخدم اخويا، ما نجيبش انا شي اطار وطني اطار معات كي داير من فرنسا ولا نجيبو من الجيح الكحله، غنجيب اخويا اطار وطني مغربي 100% غادي يقدم كل ما في جعباتي، وراه عندنا اطر وطنيه غير على سبيل المثال سميتو وليد الركراكي قدم الشيء الكثير وبين على انه مدرب كبير، اطار وطني مجهودات محليه بمجهوده يعني بداك الشيء امكانيات ديال البلاد حقق المستحيل. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في هذه الجوله الصباحيه، نتمنى حظ سعيد فريق الوداد باش انه يرجع للمكانه ديالو، يرجع للسكه ديال الانتصارات، يرجع الوداد اللي كنعرفوه الوداد اللي كتخلع. برافو فريق الجيش الملكي البارح يعني حقق الانتصار على الفريق الكونغولي. هذه الجوله الصباحيه من تقدم، نتمنى انها تنال اعجابكم، سلام الله عليكم.